اولا كده يا معلم، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نمسك رقم واحد، كلمة جين. جين ده معناها يكتسب، ده رقم واحد معناها يكتسب، وبتيجي دي بعدها شيء معنوي. عشان كده بنقول يا معلم، بنقول جين جين لاف يكتسب الحب، جين ريسبكت يكتسب الاحترام، جين ريبيوتيشن يكتسب السمعة. حلو الكلام ده، رقم واحد. الكلمة التانية يا عم معانا رقم اتنين، كلمة وين. وين دي معناها يفوز، عايزك تعرفها بطريقتي. دي معناها بيجي بعدها الشيء الذي نفوز به، وبيجي بعدها الشيء الذي نفوز فيه. ركز في الكلمتين دول كده، ركز في الكلمتين دول، الشيء اللي بنفوز بيه والشيء اللي بنفوز فيه. على سبيل المثال انا بقول لك يا باشا انا فزت بميدالية، انت فزت بايه؟ بميدالية، يبقى وين ميدال. طب انت فزت ب، فزت ب مثلا الكأس، يبقى وين كاب. فزت باي حاجه، وين بوك، وين بن، المهم اللي انت حاجه بتفوز بيها بتاخدها او اللي انت بتفوز فيها. عشان كده بنقول وين مثلا كومبيتيشن، يعني يفوز بمسابقه. وين ماتش، يعني يفوز بمباراه. الحاجه اللي بنفوز فيها والحاجه اللي بنفوز بيها. رقم ثلاثه يا صديقي الغالي، رقم ثلاثه عندك كلمة earn، ودي حاجة جميلة خالص ما بتجيش غير مع money. when money earn money يعني اكسب مال، وبالمناسبة احنا ممكن نستخدم كلمة make وناخد معاها money، يبقى make money يعني يكسب مالا. طيب وهنا في بقى ملحوظة صغيرة، ملحوظة مهمة. الملحوظة دي يعني عشان الناس اللي بتمسك كتب تانية تحل فيها. والله العظيم ملحوظة انها مطلوبة منك، بس هقولها لك عشان انا عارف الكتب التانية بجيبها لك على سبيل الايه، العلم الجديد يعني. احنا ممكن نستخدم جين ماني ده معناه هيكسب مال دون عمل، اللي هو الميراث يعني. حلو. رقم اتنين ممكن نقول وين ماني دي بمعنى يكسب مال، بس هنا كجائزة. لكن لو انت قلت لي ايرن ماني يكسب فلوس من العمل. حلو. طيب انت ماشي في الشارع يا شباب، قابلت واحد سألك سؤال، برافو عليك يا فندم كسبت معناه 1000 جنيه، يبقى دي اسمها وين ماني، يعني كسبت فلوس كجائزه. طيب واحد جده مات وساب له 50000 جنيه، يبقى كده نقول جين ماني. حلو الكلام. طيب يبقى احنا كده خدنا جين وين وايرن، لسه معانا كمان يا باشا كلمه بيت. بيت يا باشا دي بتساوي كلمه دي فيت، الاثنين دول معناهم يهزم. عشان كده مثلا ممكن اقول لك اهلي الاهلي بت زمالك، زمالك الاهلي هزم الزمالك. وبالمناسبه السعيده انا عندي مصطلح هنا اسمه وين اجينست، دي اللي معناها يفوز على، يعني بتساوي الناس دول. يا معلم وين اجينست، على سبيل المثال اقول لك اهلي وان اجينست الاهلي فاز على زمالك ما يزعلوش، انا كنت زملكاوي ايام ما كنت يعني بسمع كوره بس توبت. اهلي وان ذا مالك، خد بقى اللقطه دي عشان تعرفها، باي تو جولز، يعني الاهلي فاز على الزمالك بهدفين. يعني اتعلم ايه من الحوار انت قلته لي ده، ان وين اجينست يعني يفوز على، وبنجيب باي وبعدين الاهداف، دايما باي بيجي بعدها النسبه، وهتكرر كتير الموضوع ده معانا. طيب عندك حته كمان اخيره بقى اسمها لوز او لوست تو، دي معناها خسره امام. انت في الجمله اللي قدامي دي، في الجمله ده اللي احنا حلناها دلوقتي دي، احنا في امام الجمله اللي قدامك دي دلوقتي، انا قلت لك ايه، ان الاهلي فاز على الزمالك، ده معناها يا عم الحاج ان الزمالك لوست تو اهلي، الزمالك خسر امام الاهلي باي، واكتب تو جولز زي ما انت عايز.